لكن معنا الآن اتصال هاتفي معي سيادة اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. مرحبا بك سيادة اللواء، وبداية أريد منك تعليقا على ما يجري في هذه الحلقة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير لضيوف حضرتك الأعزاء. يعني أرجو حضرتك تديني بس كده دقيقتين أوضح بس. نعم نعم، ولكن يعني سيادة اللواء لحظة، يعني ضيوفي الأعزاء لم يستمعوا إلى هذه المكالمة، هل الصوت واضح الآن؟ سيادة اللواء تفضل. مساء الخير ثاني على حضرتك وعلى السادة ضيوف حضرتك الأعزاء. مساء الخير. أنا يعني إيه يعني سمعت كده من فترة الفقرة اللي فاتت دي، فأنا بس عاوز أوضح بعض النقاط. النقطة الأولى إن القضاء العسكري كان منصوص عليه بالدستور 71 ومنصوص عليه في الإعلان الدستوري. نعم. فالقضاء العسكري قضاء دستوري. الإعلان الدستوري زي ما حضرتك بتقولي إحنا استفتينا أو الشعب استفتي على بعض المواد. انت تبعتنا من بدايه الحلقه، هذه كانت بدايه الحلقه سياده اللواء. فالاعلان الدستوري لا يستفتى عليه، وانما تم الاستفتاء على بعض المواد اللي هي كانت تخص المرحله القادمه او نعم. المرحله الانتقاليه، اذا كان حاجات خاصه بالرئاسه، شروط الترشيح، ايه اللي يجب توافر في رئيس الجمهوريه، الاشراف القضائي، واهم حاجه الجهه التي ستتولى اعداد الدستور. نعم. وبالتالي لو حضرتك بصيت في الاعلان الدستوري حضرتك قلت 62 ماده، 61 زائد ماده النشر، فالمواد دي كلها موجود فيها المواد اللي تم الاستفتاء عليها، وتحط فيها بقى المواد الخاصه بالمقامات الاساسيه للمجتمع والحقوق والحريات والقضاء. نعم. وبالتالي لو حضرتك تقولي بقى لم يستفتى على الماده بتاعه القضاء العسكري، ما احنا ما استفتناش على مواد المقامات الاساسيه. عفوا سيادة اللواء، ولكن انا لم اقل انه لم يستفتى على هذه الماده تحديدا، انا قلت انه عندما تم الاستفتاء على 8 مواد أو 9 مواد بعد ذلك كان هناك نص دستوري به 63 ماده، لم يستفتى على هذا النص الدستوري. عندما يكون هناك دستور في البلاد يتم الاستفتاء عليه، اذا يكون هناك موافقه. دكتور سيد قال لي انكم الان تحاكمون طبقا للقوانين. لا حضرتك فأنا كنت أن هذا الدستور لم يتم الاستفتاء عليه. لا حضرتك كمل، هناك فرق ما بين الإعلان الدستوري وفرق ما بين الدستور. نعم، ولكن الآن تتم هذه المحاكمات العسكرية بالنص الدستوري، والنص الدستوري يعني هذه المادة موجودة في هذا النص الدستوري. حضرتك اسمعيني بس لغاية الآخر وحضرتك هتعرفي إيه اللي أنا بقوله. تفضل سيادة. أنا بقول في إعلان دستوري، والإعلان الدستوري موجود في القضاء العادي والمحكمة الدستورية ومجلس الدولة والقضاء العسكري. نعم. موجود في الإعلان الدستوري. نعم. فأصبح دلوقتي كل الجهات دي دستورية. نعم. موجودة دي. نعم. حاجة. الحاجة الثانية، المجلس أول ما تولى مقاليد البلاد أصدر أول مرسوم بقانون بأن يستمر العمل بجميع القوانين الحالية. نعم. وبالتالي ما فيش قوانين سقطت، فقانون السلطة القضائية موجود، قانون القضاء العسكري موجود، قانون العقوبات، قانون الاجراءات، فكل القوانين موجوده. وبالتالي اصبح دلوقتي احنا دوله قانونيه، واحنا اعلينا من اول ما تولى المجلس الاعلى ان اعلاء مبدا سياده القانون. نعم. وبالتالي حضرتك بتقولي يبقى اذا هناك قوانين وموجود اعلان دستوري بما يملكه المجلس الاعلى من سلطات، ان هو له الحق انه يصدر اعلانات دستوريه تحكم الفتره الانتقاليه. نعم. دي النقطه الاولانيه. النقطه الاخرى ان حضرتك بتقولي ليه تنازل المجلس الاعلى؟ نعم؟ ليه تنازل المجلس الاعلى؟ نعم، لماذا تنازل المجلس الاعلى؟ لماذا المجلس الاعلى؟ لو حضرتك هيجي تقري البيان هتجد هناك ان في استجابه للرغبات اللي كان المؤتمر اللي حصل او اللقاء اللي حصل مع السيد رئيس اركان حرب القوات المسلحه نائب رئيس المجلس الاعلى، والاضافه لاعتبارات اخرى، اعتبارات اخرى يقدرها المجلس الاعلى. نعم. طب هل سيكون هذا التنازل فقط لؤي نجاتي والاسماء محفوظ؟ هناك يعني اعداد كبيره من المرتدين السياسيين تحاكم تحت مبدا المحاكم العسكريه. المحاكم العسكريه يا سيدتي، اما حصل الثوره فاصبح هناك لا في مؤسسات تشريعيه ولا في قضاء عادي ولا في شرطه مدنيه، فاصبحت القوات المسلحه تتولى كل شيء، من اول الحراسات، من اول تحرير المحاضر، حتى في قضايا القتل اللي كانت بتحصل، قضايا قتل مدني، لان كانت النيابه العامه لا تباشر مهامها. ولكن هناك قضاء عادي. مفيش قضاء عادي في الفتره الحاليه، انت حضرتك ما كنتيش موجوده في البلد. لا، مش هناك محاكمه للرئيس مبارك، وهناك محاكمه لجنود الفساد، وذلك تحت اجنحه القضاء. يا سيدتي بتكلم على الفتره اللي حضرتك بتقولي ليه تم محاكمه ناس كتير قبل كده في القضاء العسكري. نعم. انا بتكلم على الفتره اللي اعقبت ثوره 25 يناير. نعم. البلد كانت في حاله فوضى، وفي ترويع، وفي بلطجه،
وفي سلاح مسروق طيب. وفي إنسان محروقة. نعم. طب سيد اللواء يعني نحن نتفهم هذه الفترة عندما يعني أنت تقول أنه كان بيتكلم عليها الأستاذ جمال بيتكلم عليها. نعم. ولكن يعني حتى الآن ولكن أرجو حضرتك اديني فرصة عشان مش عايز الكلام يبقى من جانب واحد تبقى الأمور واضحة لأن قد يكون حد ما هوش ملم بالموضوعات اللي كانت حصلت. نعم نعم. فالقضايا اللي حصلت القضايا اللي كانت اتحكمت قبل كده دي قضايا بلطجة وجراء وقضايا حيادة إحراز أسلحة وذخائر وجرائم ترويع. الفترة ما بدأت الأمور تستقر لأن لو ما كانش القضاء العسكري تدخل في هذه الفترة اللي ما كانش فيها قضاء عادي ولا نيابة ولا غيره كنت حضرتك مش هتعرف تقعد القعده اللي انت قاعداها. نعم. ولا الاستاذ جمال يقدر يقعد لغايه دلوقتي ويروح بالليل والبلد كانت هتبقى ما كانش بالوضع اللي موجوده. نعم. فالبلد الامور اتحسنت لما الامور اتحسنت اصبح القضاء العسكري دلوقتي القضايا لو حضرتك تلاحظي القضيه بتاعه امبابه حقيقتها النيابه العسكريه للسرعه ثم احالتها للقضاء العادي ليوديها محكمه امن الدوله او يمارسها القضاء الطبيعي وبالتالي القضاء العسكري لا يسعى الى اختصاص وانما اختصاصه هو الاختصاص اللي سبت اللي هو سيد بيتكلم عليه الاختصاص الولائي او الاختصاص النووي اللي موجود في القانون وبالتالي القضاء العسكري اللي يسعى الى هذه الجرائم اما اذا وقعت الجريمه وقعت الجريمه على حد ما على القوات المسلحه او اسرارها او غيره او غيره او غيره يبقى القضاء العسكري هنا مختص هذه واحده النقطه الاخرى اللي حضرتك يجب تعرفوها احنا دلوقتي في حاله طوارئ وحاله طوارئ موجوده وفي قانون اسمه قانون الطوارئ وهذا القانون بيعطي للسيد رئيس الجمهورية سلطة إحالة أي من الجرائم التي ترتكب اللي بيراها سيادته وبيمثله دلوقتي السيد رئيس المجلس الأعلى اللي براها دلوقتي من الجرائم الخطيرة ممكن يحل القضاء العسكري. نعم. القانون والتشريعات تعطي سيادته هذا الحق وبالتالي أرجو أما نتكلم في موضوعات زي كده ما نقدمش هجوم بدون إن إحنا نبص للمصلحة العامة، احنا بنبص لمصلحة البلد. نعم طيب سيادة على إطلاقها وإنما يجب نبص نشوف نعم. سيادة اللواء يعني أنت قلت يعني كل شيء هل تسمح لي يعني بالمداخلة يعني أنت تقول أن الآن يعني من حق رئيس الجمهورية إذا كانت هناك جرائم خطيرة أن يتم إحالتها للقضاء العسكري هل تعتقد من وجهة نظرك سيادة اللواء أن كلام أسماء محفوظ على التويتر وكلامها في الفضائيات كانت من ضمن الجرائم الخطيرة التي كانت يجب أن تحال أسماء محفوظ إلى المحاكم العسكرية وأيضا لؤي نجاتي أنا حضرتك كل واحد يقدر يعبر عن رأيه والعبارات اللي قالتها إذا كانت بنتنا أسماء أو لؤي العبارات اللي قالتها حضرتك ارجعي شوفي هذه العبارات نعم. مش بنقول هناك بنقول يا إما جرائم خطيرة بتهدد أمن البلد يا إما إذا كان هناك اعتداء على القوات المسلحة أما نعم. جرائم النقد المباحة طيب. اللي مفيش فيها القانون سيادة اللواء هناك الآن من يفرق بين القوات المسلحة بين الجيش الذي يحمي الدولة وبين المجلس العسكري الذي من وجهة نظر البعض أنه أصبحت قوة سياسية في البلد يعني سلطات تنفيذية وسلطات تشريعية لهذا المجلس وأن من حق يعني النشطاء السياسيين أن يكون لهم حق النقد وأن هذا يعني من وجهة نظر البعض أنه تكميم للأفواه لا كيف ترد أنت على هذا ستة متفق مع حضرتك في اللي حضرتك قلتيه كله المجلس العسكري سلطة حق والقوات المسلحة بنيها وضع آخر ولكن النقد اللي أنا بقوله لحضرتك النقد المسموح به النقد في حدود القانون ما هو لو احنا بنسيب اي حد ينقد زي ما عايز لكن النقد الذي لا يخرج عن القانون الذي لا يكون فيه اهانه ولا سب ولا قصر هذا الموضوع لو حضرتك انت في الشارع وحد ارتكب هذه الجريمه جريمه سب او قصر لك الحق ان انت تلجئي للنيابه المختصه لكن احنا بنقول بنكمم الافواه ولا بنعمل اي حاجه لكن انا نعم. كل واحد له حق يعني استاذ جمال نعم كل واحد له حق نقد المجلس الاعلى باعتباره سلطه حكم ولكن في حدود القانون نعم سياده اللواء يعني استاذ جمال يريد ان يتواصل معك تفضل استاذ جمال يا سياده اللواء انا اتفهم ان ممكن البعض يستاء من اللي قالته اسماء وشكرا وطبعا يعني في الحقيقه بما انه بتقوموا بدور السياسي فده نختلف يعني تختلفوا معانا او نختلف معاكم وننتقد لازم يبقى فيه صدر رحب لكن انا ايمانا باللي حضرتك قلته مساله التجاوز اللي عملته بالامس جريده الاخبار في صفحتها الاولى قالت ان انا ما كتبتش في جريده الاخبار موجود حضرتك وبعتنا لكم نسخه من البيان ضاحي خلفان قائد شرطه دبي قال ان هذه الثوره هي مؤامره صهيونيه واهان المجلس واهان الشعب واهان الثوره وفي الحقيقه ضفر اي عسكري مصري برقبه هذا الرجل وانا في الحقيقه نحن لا نقبل ولا اهانه الجيش المصري
ولا الثورة ولا نقبل إهانة المجلس. فإحنا متوقعين رد حازم. الثورة دي قامت في الحقيقة عشان تجيب ديمقراطية. وحضرتكم يعني إحنا نتذكر التحية العسكرية ما كانتش للشهداء مؤامرة صهيونية. نحن نتمنى رد على هذا الرجل. طيب بإذن الله. بس أنا برضو عايز أقول لحضرتك حاجة. إحنا يجب إن إحنا نتكتف كلنا وما نبصش لأمور فرعية. ويجب إحنا نبص حوالينا، نبص حوالينا إيه اللي بيحصل على الحدود، وما نبصش نخش فيه لا لكذا ولا لكذا ولا لكذا. يجب نتكاتف عشان بلد نطلع بيها. القوات المسلحه لها مهمه ساميه. يعني لما يحصل اي حاجه هنقعد ندور ندور على الاعتصامات وبلاده. وحضرتك دلوقتي يعني كان يجب ان انا بصراحه كمصري ان انا لما يجي حد يقول احنا بلاد الاعتصامات عشان كذا وكذا، الاعتصامات والاضرابات ليست هي الطريق اللي يحل مشاكل. يعني الاستاذ جمال قاعد يجب يقول لا، ما فيش اضرابات، ما فيش اعتصامات، كله بالحوار. وانا بقول لحضرتك لك الحق ان انت تنقد المجلس الاعلى وفي حدود القانون باعتبار ان هو سلطه حق، ولكن ما نزكيش روح الاضرابات والاعتصامات، لان دي بتضرب البلد. طب انت حضرتك بتطالب بتطبيق القانون على الجميع. هل الاعتصام ولا الاضراب مش مجرد في القانون؟ يجب ان عشان حد يعمل اعتصام ولا اضراب ان هو يستاذن الجهه المعنيه وياخد تصريح، والتصريح لغايه حد الاقصى لغايه الساعه 11 بالليل، واللي مسؤول عن هذا لما تصادفش الاعتصام يحاسب. نعم. ليه بنطالب بتطبيق القانون من اول رئيس الجمهوريه؟ ويجب ان المجلس الاعلى يعني ما فيش حد يتهمه باني بامور ليست موجوده فيه، لان احنا مش هندافع عن المجلس الاعلى، لان المجلس الاعلى من اول ما تولى الحكم الامور ما عندناش حاجه نخبيها. رئيس الجمهوريه بيتحاكم وشككوا في ان رئيس الجمهوريه هينحاكمه. وامور كثيره انا يعني المجال لا يتسع ان انا اذكر لحضرتك هذا الكلام. فانا كل اللي بتمناه في اخر المكالمه ان حضراتكم وارجو نبص لمصر. مصر دي غاليه والناس بتتربص بيها، مش عايزين نقعد ندور على لا لكذا ولا لكذا، وكله بيجي بالحوار، وكله بيجي مش بفتره. يعني المجلس هذا بقى له 4 شهور ولا 5 شهور مش يجب يحصل فيهم كل حاجه. نعم. يعني الموضوع يجب يحصل جدوى. نعم. سياده اللواء، نعم سياده اللواء، يعني هناك خبر عاجل واعود اليك مره اخرى رجاء ان تبقى معي. هناك انباء عن مقتل جنديين مصريين في غارات اسرائيليه على الشريط الحدودي بين طابا وإيلات. سيادة اللواء أنا أريد تعليق منك عن هذا الخبر وأعود يعني مرة أخرى للموضوع. أنا يعني الخبر أنا مش معرفش مدى صحته، لكن ده يؤكد الكلام اللي أنا بقوله لحضرتك دلوقتي، إن ما نقعدش نتكلم نبص لماذا يحدث على الحدود بتاعتنا. نعم. طيب. فيجب إن إحنا نتكاتف من أجل مصر. نعم. طيب. سيادة اللواء كانت هناك تصريحات. نعم يعني أعود إلى الموضوع. سيادة اللواء كانت هناك تصريحات كانت هناك يعني تصريحات من جانب المجلس العسكري أن يعني فكرة التعامل مع القضاء العسكري ستكون للبلطجية فقط، ثم بعد ذلك يعني كانت هناك يعني أسماء حافظ، وأنت أيضا ذكرت يعني عندما يعني في الحديث أن كانت هناك فترة قبل ذلك ليس هناك قضاء، ليس هناك نيابة، هناك عدم أمن، ولكن نحن نتحدث عن هذه الفترة الآن، هناك يعني القضاء العادي، لماذا إذا تحويل أسماء محفوظ ولؤي نجاتي إلى القضاء العسكري؟ يا سيدتي أنا وضحت لحضرتك، قلت لحضرتك هناك بعض الجرائم التي تكون من اختصاص القضاء العسكري، اللي إهانة هذه الهيئة، إهانة هيئة الجيش أو مؤسسة أو غيره. هل تنوون سيادة يعني تسمعيني حضرتك بس؟ نعم تفضل. يعني ده إهانة الهيئة طبقا للعبارات اللي هي كانت اتقالت. هناك فرق بقى ما أجي أقول إهانة الهيئة وفي جرائم الخطيره اللي بيملك السلطه فيها رئيس الجمهوريه طبقا لحال الطوارئ وقانون الطوارئ. دي امور فحضرتك يجب نفرق بين هذا وهذا، ولكن بقول لحضرتك باكد لك ان المجلس الاعلى لا يكمم الافواه، والمجلس الاعلى بصدر راحه بيتحمل النقد باعتباره سلطه حكم، ولكن بقول لحضرتك في حدود القانون. انا ممكن انقد حضرتك في حدود القانون دون ان امس كرامه شخص. حضرتك تنقديني زي ما انت عايزه بدون سب او قصف، لكن انا بقول يعني هل اعتبرتم ان ما قالته اسماء محفوظ هو سب وقصف للمجلس العسكري؟ لست انا الجهه القضائيه اللي انا حققت في الموضوع، الورق مش قدامي، اما يكون ورق قدامي حضرتك ارجعي الى العبارات اللي قالتها ويسال فيها الجهه القضائيه، او حضرتك ممكن تقيميها بالتقييم الظاهر بس. نعم طيب انتقل. نعم طيب انتقل يعني سياده اللواء دكتور سيد له مداخله معك، تفضل دكتور سيد. هو استكمالا لما ذكره الزميل سيادة اللواء شاهين بشأن أن هذا الاختصاص الذي باشرت فيه النيابة العسكرية والقضاء العسكري اختصاصا فيما يتعلق بهذا الدعوة، هو اختصاص أصيل موجود
في قانون هيئة القضاء العسكري رقم 25/366 في المادة السابعة التي تقول أن الجرائم التي تقع على أفراد عسكريين أو جهات عسكرية بمناسبة أو أثناء أداء وظائفهم العسكرية تكون داخلة في الاختصاص الولائي للقضاء العسكري. احنا بنتكلم برضو مرة تانية على أنه إذا كان الدستور قد سقط، وإذا كانت هناك إعلان دستوري، وإذا كان هناك إعلان مبادئ، وإذا كان هناك نص أو لم يكن هناك نص حتى في إعلان المبادئ اللي تضمن مجموعة مواد، فنحن في كل الحالات أمام قانون هيئة القضاء العسكري رقم 25/366 الذي لم يسقط وإنما عدل قريبا وتضمن كثير من الضمانات. نعم، وفي ظل هذا القانون اسمح لي دكتور سيد، لماذا الانتقاء أن يكون هذا الشخص أمام القضاء العسكري وهذا الشخص ليس أمام القضاء العسكري؟ يعني فكرة نحن تحت مظلة القانون، نحن تحت مظلة القانون وتحت مظلة الدستور، حتى النص الدستوري، حتى إذا كان ليس هناك استفتاء على هذا النص الدستوري، ولكن لماذا هناك يعني نوع من الانتقائية أن تكون أسماء محفوظ تحت هذا، يعني تخضع لهذا القضاء العسكري وغيرها لا يخضع؟ لأننا أمام نص يحدد الاختصاص الولائي للقضاء العسكري. الحالة الوحيدة التي يطبق فيها القانون العسكري على الجميع لما نعترف إن إحنا أسقطنا كل القوانين، خلاص في حكم عسكري وقضاء عسكري، لكن اللي حاصل إنه في قضايا بتروح مدني، قضايا عادية، وقضايا بتروح عسكري. الاختلاف في قضية أسماء مش هدخل في اللي قالته خطأ أو لا. أنا شايف في الحقيقة إن حرية التعبير لا يجب إنه يحددها الحاكم. أنا بقول المجلس العسكري بيقوم بدور سياسي، لسه بيقول أهو رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية اللي فات كان بيحيل ناس كتير، صحفيين ومدونين وغيره، القضاء المدني يعني بحجة إنهم أهانوه، القضاء المدني. هنا المجلس بخصوص دوره المدني في الحقيقة لما يشوف إن أنا ارتكبت جريمة يوديني قضاء مدني، ما يودينيش قضاء يعني عقيد ولا عميد ولا مقدم وما تحت ايده، لان انا مدني هنا في اللحظه دي هفترض ان انا انتقدت وهم شاف الانتقاد ده شافوا اهانه، شافوا سب. طيب نروح قضاء، هل هو مش واثق في القضاء العادي؟ نحن نثق في القضاء العادي. ايه اللي يفصل بينه وبينه؟ ما ينفعش حوار وفي حد ماسك كرباج وحد ايده متكتفه، ما ينفعش اختلاف بين يعني مع احترام الشديد في الحقيقه في هنا حاجه ظلمه في الموضوع. ثانيا سياده اللواء دلوقتي شاهين لسه بيقول بعد الثوره، بعد الثوره ازاي؟ ان كان النهارده كان في محاكمات عسكريه ويوم السبت محاكمات عسكريه وعددنا مش ملاحق العسكريين وفي قضايا تانية في الحقيقه بتروح محاكم، ليه دايما كل المطالب الخاصه بالثوار بتروح المحاكم العسكريه؟ ده سؤال في الحقيقه. وماذا يدير المجلس العسكري وخلاص القضاء والشرطه رجعت ان حولنا للقضاء المدني لما يبقى هناك الاسئله المطروحه من استاذ جمال. تفضل سياده اللواء. تسمحي لي ارد؟ تفضل سياده. هو انا ارجو ازمه مصطلحات اللي احنا بنقول. نعم تفضل سياده. فلنعطي فرصه لسياده اللواء. هو معنا هو معنا افتكرت عادي بتوعك. نعم تفضل. يعني انا هرد بس على استاذ جمال حاجه. احنا الجرائم لا تحل، الجرائم القضاء العسكري ليس جرائم انتقائية. خلاص احنا الجرائم عندنا مبدئين، المبدأ الأولاني هو اختصاص أصيل، ده موجود في القانون. الجرائم التي تقع في داخل هذا الاختصاص الأصيل تبقى قدام القضاء العسكري. القضاء العسكري قانونه صادر من السلطة التشريعية وبقية أجهزة القضاء الأخرى برضه صادر من السلطة التشريعية، فاحنا موجودين أمام قانون، دي نمرة واحد، ويجب نحترم التشريعات، احنا ما بننتقيش. النقطة الثانية اما سعد رئيس المجلس الاعلى طبقا لحاله طوارئ وسلطته المخوله له قانونا، وده مش موجود، ده مش جديد موجود في مصر وانما موجود في معظم دول العالم، انما يكون في امور بتهدد كوارث او ازمات بتهدد الدوله لرئيس الجمهوريه بعض الصلاحيات والسلطات الاستثنائيه. فلما رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه قرر احاله جرائم البلطجه وجرائم السلاح والذخيره وجرائم التعدي على افراد الشرطه المدنيه عشان نقدر نظبط الشارع الا اذا كان بعض الافراد عاوزينها بقى العمليه تبقى حيصه، احنا بنعمل
يبقى في استثمار في انتاج الناس. نعم. توصل للنقاط. نعم ستر هو، ولكن انت ذكرت لي ان هذه المحاكم العسكريه كانت في فتره سابقه، فتره انتم كنتم تحسون انتم كجيش وكمجلس عسكري ان هناك فوضى في الشارع المصري، ولكن ما نتحدث فيه الان هو قرارات منذ فقط يعني منذ يومين لاسماء محفوظ او منذ اسبوع لبعض النشطاء السياسيين. القضاء العادي بدا. انا حضرتك انتم مش عايزين تسمعوا كلامي ليه؟ نعم انا اعطيكم الفرصه. النقطة الأولانية، هناك اختصاص أصيل. إذا الجريمة وقعت على مؤسسة دولة أو إهانة الجهة زي القوات المسلحة، فدي سلطة اللي هي تقع تحت فائلتها محفوظ أسماء ومحفوظ. فأنا هذا الموضوع ده اختصاص أصيل، وهذا موضوع بعض الأفراد راحوا للجهات القضائية اللي بره، وبرغم لا القضية تيجي عندكم قالوا لهم القضاء العسكري دي قضية اختصاص أصيل للقضاء العسكري. دي حاجة. الحاجة الثانية حضرتك بتقولي ما الشارع انضبط وما بقاش في حاجة. هذه سلطة رئيس الجمهورية هو اللي بيحيل الجرائم البلطجة والجرائم اللي قلت لحضرتك عليها إلى القضاء العسكري، ودي سلطته، مش مرتبطة بإن خلاص الشارع انضبط ولا ما انضبطش. عفوا ست اللواء، ولكن لم أنا الذي أقول يعني أنا لم أقول هذا، أنت قلت لي في هذه المداخلة أن القضاء العسكري كان في وقت يعني أنتم يعني قمتم بهذه القرارات في وقت لم يكن هناك قضاء عادي يعني. نعم يعني أنت من قلت هذا ست اللواء ليس أنا. نعم. وما زلنا بقول لحضرتك وما زلنا بنقول ما كانش في قضاء، لكن هناك قرار أما الرئيس المجلس الأعلى يقول تحول قضايا البلطجة والسلاح والذخيرة والجرائم الاعتداء على أفراد الشرطة المدنية، ده قرار مستمر طبقا لصلاحياته. مش بتكلم على حضرتك، أنا بقول الفترة الأولانية كانت الجرائم اللي كانت بتتم كلها، لكن الفترة الحالية لا يحل إلا الجرائم اللي قلت لحضرتك عليها. فمش عايز أرجع للمربع صفر تاني. نحن نفهم من ذلك سيادة اللواء أن يعني جرائم البلطجة وهذه الجرائم يعني التي ذكرت في البيان العسكري، ويعني زائد على هذه الجرائم أيضا كل ما يمس المجلس العسكري وكل ما تتحدث به أي نشطة سياسية. لأنها قد تعد من وجهة نظر المجلس العسكري تحت بند الجرائم الخطيرة. لا ما فيش قد تعد الجرائم الخطيرة، الجرائم الخطيرة معروف الجنايات وجرائم أخرى. فأنا مش بقول لحضرتك، أنا عاوز حد يقول لي إن إحنا حكمنا ناشط سياسي أو سائر على جريمة فكرة أو رأي. نعم. وعاوز حضرتك عمرو البحيري في السجن 5 سنوات يا سيادة اللواء حتى الآن. أكمل هات لي حضرتك الاسم اللي عاوز تسأل عليه اللي بيقولوا اللي في ناس بيقولوا عليهم إن هم كانوا موجودين في الميدان. إحنا نحترم كل الصور، وإحنا وإخواتنا كانوا موجودين وكلهم موجودين، اللي كل اللي ممسوك بسلاح ناري، ممسوك بذخائر، ممسوك بإزاز ميليتوف، ممسوك بسلاح أبيض، ممسوك بحاجة في إيده. فحضرتك هات لي اسم معين أو أسماء محددة وقول لي إن ده متهم كسائر وكان بيقول جريمة فكر أو رأي، هقول لحضرتك تهمته إيه؟ عشان أنا مش عايز الأمور ناخدها باعتبارنا إحنا الموجودين في الساحة، فمش عايز الأمور ناخدها كده من الظاهر، نقول إن فلان وفلان راح بس بيتفسح في ميدان التحرير أو في منطقة معينة، في ناس كتير قالوا وكانوا ممسوكين وهم بيخربوا محلات مقفولة وبيسرقوها ودول كانوا طلبة، عشان تبقى حضرتك عارف. يا سيادة اللواء حضرتك يعني أنا محامي ومعايا 6 محامين زمايلي، لدينا العديد من الحالات مواطنين يتقبض عليهم بشكل عشوائي. عمرو البحيري ده اسم معروف. لا. مايكل نبيل كل جريمته انه كتب على الانترنت، انا مختلف مع اللي كتبه، انا ببلغ حضرتك، لكن اكيد السجن مش الانسب للتعامل مع حد كتب كلمه، واكيد حضرتك موافقني وانه التسامح، وزي ما حصل مع لؤي ومع اسماء، التسامح مع امثال هذه الحالات، وهناك فقراء شكلهم يعني ادي الله ادي حكمته لابسين هدوم بسيطه، دول مش بلطجيه. انت بتقول التسامح. نعم. لكن انا بقول انا الاختصاص، وما دام هناك جريمه بياخد يبقى في عقوبه، اما ده وضع التسامح ده وضع تاني. انا بتكلم حضرتك بقول لك هات لي، وحضرتك شرفني وتحت امرك، هات لي اي واحد تم محاكمته على جريمه فكر او راي وتعالى قول لي. هو في السجن الان يا سيادة اللواء، في السجن، ما انا محاميه. مايكل نبيل. على مايكل نبيل. مايكل نبيل وعمرو البحيري في السجن الان. انت حضرتك بتتكلم على موضوع مايكل نبيل، احنا دلوقتي دخلنا في موضوع غير الموضوعات. ما هو جريمته مرتبه مش حاجه ثانيه. وما تتكلمش يعني هذا الموضوع حضرتك ما تتكلمنيش فيه على الهوا، ما انت حضرتك محامي متهم ما تتكلمش معايا على الهوا فيه.
تيجي عاوز حضرتك تقابلني تعالى اتفضل واقابلني، لكن انا بتكلم على موقف حالي. طيب انا اعتذر بقى من حضرتك ان انت بعينا نتكلم في الموضوع وانا عشمان كتير. فلنجعل الحديث يتلوى على المبادئ العامه وهي حريه التعبير عن الراي. هل حرية التعبير عن الرأي وإبداء الرأي على تويتر على المواقع على الفيسبوك هل ستكون دائما يعني محل الاتهام من المجلس العسكري وتحويل هؤلاء الناشطين السياسيين بغض النظر عن الأسماء؟ فلنتحدث على المبادئ العامة، سيكون هناك تحويل القضاء العسكري، هل سيعد ذلك يعني من ضمن الجرائم الخطيرة؟ كيف سيكون التعامل من جانبكم بعد ذلك وبعد التنازل عن البلاغات المقدمة ضد لؤي نجاتي وأسماء محفوظ؟ ما هي وجهة نظركم بعد ذلك في التعامل مع هؤلاء النشطاء السياسيين؟ يعني انا عاوز اكد عدة مبادئ، والمبادئ انا ما بجيبهاش من عندي، المبادئ دي موجودة في القانون. انا الموضوعات حضرتك تقولي كيف تتعامل، انا بتعامل بالقانون. زي ما كل الافراد بيقولوا فلان سرق وفلان افسد وفلان عمل، فانا بحافظ بالقانون لان احنا دولة قانون. نعم. طب انت نمرة واحد. نعم. المبدأ الاول. نمرة اتنين، انت حر ما لم تضر، وبالتالي حضرتك نفي الحرية في اطار وليس الحريه مفتوحه، الحريه المنضبطه. والنقد انقد زي ما انت عاوز، واحنا بنتحمل هذا بصدر رحب، لك الحق ان انت تنقد، ولكن النقد غير الجارح والنقد البناء والنقد الذي لا يخرج على القانون. هذه هي مبادئ عامه، ودي موجوده في جميع وموجوده في الشريعه الاسلاميه، احنا مش بنقول احنا مسلمين، وموجوده في الانجيل. هو لابد ان انا عشان انقدك اتخانق معك واشتمك، انقد زي ما انت عاوز، لك حق النقد زي ما انت عايز، دي مبادئ عامه. نعم، يعني نفهم من ذلك سيادة اللواء أنه النقد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة طبقا لما تقوله هو يجب أن يكون النقد غير الجارح، النقد البناء، وذلك طبقا يعني لمبادئ الشريعة الإسلامية، مبدأ للإنجيل، فأن النقد للقوات المسلحة يجب أن يكون طبقا لمبادئ معينة. النقد للمجلس الأعلى بصمات الحب وليس للقوات المسلحة، هناك فرق ما بين بحضرتك بنتكلم والاستاذ جمال قال في الاول، احنا بنقول القوات المسلحه جيش مصر والمجلس الاعلى بصمات فرصه حكم. نعم. انا اتحدث عن المجلس الاعلى يعني بصفته سلطه للحكم، بصفته السياسيه. نعم، فعندما يكون هناك يعني نقد من جانب النشطاء السياسيين يجب ان يكون هذا النقد في اطار معين. طبعا للنشطاء السياسيين، هو لابد ان يكون ناشط سياسي مع المفكرين للجميع، يعني للاعلاميين للصحف، يعني عندما يكون هناك اي نقد يجب ان يكون طبقا لاطار معين. بس كده. نعم. طيب استاذ جمال، تفضل. يعني عايز لو سياده اللواء يلحق يعني يلحقني، انا موافق ان احنا عايزين دوله سياده القانون، ده معناه من يعني اي مواطن يستوي امام القانون مع حتى وصولا لسياده المشير، كله امام القانون سواء. ماشي. انا لا، سياده القانون على الجميع يا سياده اللواء، سياده القانون هي سياده القانون. الحاجه الثانيه انه لما مواطن يكتب صحفي او مدون او مواطن عادي يقول حاجة او يكتب للمجلس العسكري، مش المجلس العسكري مش قسم محكم، لابد نروح بقينا بدور السياسي نروح للي يحكم ده في خطأ في اهانة ولا لا، نروح للنيابة او القضاء العادي. ثانيا، لما انا كمان لما حد من المجلس يحرض او يهني او يتسبب في تحريضه بمقتل محمد محسن، لابد يجري تحقيق معاه عشان اثق في ان دي دولة سيادة القانون، دي دولة العدالة. وهيحسب للمجلس في الحقيقة انه من يخطئ فيه يقول، زي المرة الوحيدة اللي اعتذر فيها المجلس في نهاية فبراير لما قال رصيد عندكم، بعد كده توالت الاخطاء في الحقيقة ولم يعتذر حتى الان. واللي بيتكلم يعني مفيش تكافؤ، حريه التعبير لابد يبقى فيها تكافؤ يا سياده. انا متعود اتكلم بصراحه وبوضوح، انا بكلمك بصراحه وبوضوح. المجلس لما جه بيقول رصيدي يسمح عندكم، اما جم بعض الافراد وقالوا ان بعض الافراد الشرطه العسكريه قد تجاوزوا، مش جريمه يعني، مش حضرتك بتقول لي ان المجلس كثرت اخطائه، اخطاء انا عاوز حضرتك ما نقولش العباره عامه، انا عاوز حضرتك ما عاوز تقول لي، قول لي واحد اثنين ثلاثه. دي نمرة واحد. انا هقول لحضرتك نمرة اثنين، تعذيب فنجان التحرير، كشوف العذرية، التعذيب اللي على اثار الشباب، محاكمة مدنيين مستمرة
يعني بشكل غير عادل. دي كلها التحريض والتشكيك في قوى وطنيه. اكيد حضرتك ما يقدرش التشكيك في قوى وطنيه يا كابتن لواء. احنا بنقول برضه محدد. انا بعتب بقى لحضرتك بعض الاخطاء. لا يا استاذ جمال، لا محاكمات للعسكريين للمدنيين امام القضاء العسكري، ده مبدا عام بقوله لك خلاص، ولا محاكمه لصاحب فكر اوراق. وال 12000 فين يا كابتن لواء؟ يا سيد الفاضل، ما انا قلت لك الفتره الاولانيه مش 12000. حضرتك ما تصدق، ما تقولوش الارقام وتهونوا فيها. 12000 انا بقول لحضرتك 12000 وانا مستند لارقام تقريبيه. ورونا ورق، احنا طالبنا حضرتك ما ردتوش علينا. 12000 اقول لك لا، ده 6000 7000. حضرتك عاوز تعرف بيان محدد؟ اقول لحضرتك بيان محدد. وهذه الجرائم كلها جرائم بلطجه. هنرجع تاني البلطجه قرار وقوات المنظمه لو مدني. يا سيدي انت حضرتك عايزين بنقول في النقطه ونرجع لها تاني. بنقول يا حضرات، هذه الجرائم تم محاكمة الناس فيها أيام ما كانش فيه أي جهة مؤسسة موجودة في الدولة كان هناك المحاكمات، بالإضافة لسلطة رئيس الجمهورية اللي هو السيد رئيس المجلس العربي بيمثله دلوقتي، بيحيل جرائم محددة على طبق طبقا لمجنات رئيس الجمهورية. بشر ويخطئ، واجب وحق علينا ان احنا نشيل الخطأ يا سيادة اللواء. اللي بيحب حد يشاوره على الخطأ. خلاص حضرتك ما تفترضش خطأ، ما تقولش خطأ. عاوز تقول لي خطأ قول لي 1 2 3. انا بقول لحضرتك انه احاله المدنيين حتى لو في بلطجه، لان هذه البلطجه ده تعريف عام، ده كان بيستخدمه الدكتاتور مخنوع يا سياده اللواء. انا اسماعيل الشعر مسجلني بلطجي. نعم استاذ جمال، فلنقل سياده اللواء يعبر عن وجهه نظره. نعم سياده اللواء فليعبر عن وجهه نظره. خلاص رايك مع حضرتك. نعم حضرتك بتقول انا محامي وجريمه البلطجه هي جريمه لها اركانها الماديه والمعنويه، والجهه القضائيه هي اللي بتفصل في هذا اذا كانت جريمه بلطجه ولا مش جريمه بلطجه. وهناك جرائم بعد ما تم تحقيق في النيابه العسكريه وحين الكيانه العامه. انت حضرتك ما تعرفش دقائق الامور الموجوده دي. نمره 1 حضرتك بتتكلم كمحامي. نمره 2 انا بقول لحضرتك ان رئيس الجمهوريه بيحيل الجرائم التي يراها ان هي بتؤثر على امن البلاد. البلطجه ما تجيش حضرتك تقول لي لا مدنيين بيتحاكموا امام القضاء العسكري. قلت لحضرتك اللي بيتحاكم امام القضاء العسكري قضايا البلطجه، عشان حضرتك تقدر تقعد دلوقتي وتقدر تروح وانت هاني. انزل الشارع كده هتنبسط ان الناس كلها موجوده في الشارع. نعم سياده اللواء سيبك يعني اسمح لي سياده اللواء، انت تقول يعني انت تقول ان يعني القضايا التي تحال الى امام المحاكم العسكريه هي جرائم البلطجه، ولكن في نفس الوقت الذين يحالون ايضا الى المحاكم العسكريه هم من النشطاء السياسيين. نعم هم حد من النشطاء السياسيين. نعم حضرتك هترجع تاني تقول ان النشطاء السياسيين. بقول لحضرتك هذه اسم معين. نعم يعني نحن نعم ولكن نحن اليوم كنا نناقش قضية أسماء محفوظ ولؤي نجاتي. يعني أنت تصنف يعني كيف تصنف سيدة الفاضلة؟ قلت لحضرتك بنرجع للمربع تاني، بقول لحضرتك هناك جرائم اختصاص أصيل وهناك جرائم سلطة رئيس المجلس على بحالتها. هنرجع تاني نقول بنقول اختصاص أصيل، هذه القضية اختصاص أصيل، وإذا كان تنازل المجلس الأعلى الاعتبارات وقالها في البيان. لكن قضايا البلطجه ما نقعدش نقول ايه لا بيحل القضاء العسكري، القضاء العسكري بيحل المدنيين، ما فيش مدنيين بيحل الا في جرائم البلطجه والسلاح والذخيره، ودي سلطه رئيس الجمهوريه. ما نقعدش ناخد من الاول ونعيد. نعم. ناخد ونعيد. نعم. والموضوع واضح. نعم. الموضوع واضح وضوح الشمس، مش عايز كلام كتير في الموضوع ان هو موضوع اصلا. نعم. واضح. طيب لا حضرتك معلش انا بوعدك. نعم. ان احنا هنفضل نتكلم في الموضوع وهنفضل مصرين على رفض محاكمة المدنيين حتى لو بلطجية أمام القضاء العسكري. حضرتك معاك السلطة تحاكمه، وإحنا من حقنا وأكيد حضرتك مش عايز يعني نسكت حتى على ما نراه خطأ. إحنا بنتكلم والقانون وحضرتك بتحترم حرية التعبير وهنتظاهر ضده. إيه الخطأ اللي حضرتك عمال تقول لي خطأ خطأ خطأ؟ هو الموضوع خطأ وخلاص بعبارة عامة؟ أنا بقول لحضرتك اللي عاوز ينقد ينقد. لا يحاكم فرد أمام القضاء العسكري على فكر أو رأي. نعم ولكنك ايضا ذكرت سياده اللواء ان هذا النقد يجب ان يكون له مبادئ، يجب ان لا ان يكون هذا النقد نقد غير جارح، يجب ان يكون هذا النقد نقد بناء. يعني فماذا عن معايير هذا النقد حتى يعني يكون هناك مبدا لنقد المجلس العسكري؟ اذا سيكون يعني عندما يكون هناك حديث عن المجلس العسكري من اي اعلامي من اي ناشط سياسي، يجب يعني انت تقول ان هناك قواعد لهذا النقد. انا قلت لك قواعد، انا جاوبت لحضرتك على هذا النقد وحضرتك اللي قلتي
وقلت طبقا للشريعه وطبقا للقانون. نعم سياده اللواء، سياده اللواء، انت من قلت هذا؟ انا كتبت هذه الملاحظات وراك. انت قلت ان النقد يجب ان يكون نقد غير جارح، ان النقد يجب ان يكون نقد بناء. انا بقول عليها حضرتك بتقولي لي ما هي القانون الثاني. نعم لا انا اقصد يعني كيف يفهم، يعني كيف يفهم المواطن المصري يعني هذه العبارات؟ كيف يكون هذا النقد بناء؟ قد يعتبر المواطن المصري ان هذا النقد من وجهه نظر النقد بناء. اما حضرتك لما واحد يقول الواحد مثلا، يعني انا مش عايز اتكلم على الهوا، اما يجي يشتمه حضرتك السب والقصف، الاستاذ جمال يقدر يوضح لحضرتك مش على الهوا، يقول لحضرتك ايه جرائم السب والقصف، يقول ان حضرتك اركانها. فانا مش هتكلم على الهوا واقول كيف يعرف المواطن. المواطن عارف كويس قوي، مواطنين مصريين عارفين كويس قوي الفرق بين السب والقصف. فيعني الاستاذ جمال استاذ كبير ويوضح لحضرتك الاسئله القانونيه، لان ده مش من مجال ان انا اوضح لحضرتك ايه اركان جريمه السب والقصف واركان جريمه البلطجه والجرائم دي كلها. نعم تفضل دكتور. شكرا. نعم ست اللواء دكتور سيد له مداخله معك. نعم طب اذكر يعني سياده اللواء انت معي الان، ولكن فقط يعني اذكر بهذا النبأ العاجل، انباء عن مقتل جنديين مصريين في غارات اسرائيليه على الشريط الحدودي بين طابة وإيلات، وأيضا إصابة شخصين جنديين آخرين عند هذا الشريط الحدودي بين طابة وإيلات. مرة أخرى أذكر بهذا النبأ العاجل، أنباء عن مقتل جنديين مصريين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على الشريط الحدودي بين طابة وإيلات. يعني انا عاوز اختم مع حضرتك. نعم سيادة اللواء يعني قبل الختام معي، يعني ما هي الاجراءات التي سوف تتخذونها طبقا لهذا الخبر؟ يعني اما اشوف الخبر بس اتاكد الخبر و طب عند يعني عند التاكيد من يعني مع التاكد مع يعني مع التاكد من هذا الخبر ما هي الاجراءات؟ حضرتك مداخله ثاني واقول لحضرتك كلمه، لكن انا في الاخر انا بقدم يعني تحياتي لحضرتك ولاساتذتنا السيد اللواء السيد الدكتور جمال ولبنتنا اسماء ولؤي، دول ولادنا. ويعني المجلس تنازل من منطلق امور كثيره، ولهم الحق ان هم ينقذوا المجلس الاعلى في اطار الضوابط اللي انا قلتها لحضرتك، ولا نكمم الافواه، ونرجو جميعا ان احنا نتكاتف عشان نعبر هذه المرحله الانتقاليه. شكرا جزيلا لك سيادة اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، شكرا جزيلا لك في نهاية اللقاء أشكركم شكرا جزيلا. كان معي أستاذ جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك أستاذ جمال. وكان معي أيضا اللواء دكتور سيد هاشم المدعي العام العسكري الأسبق، شكرا جزيلا لك سيادة اللواء. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونلقاكم، ابقوا معنا.